جابر بعد ما جات له رساله من رقم مجهول بيهدده فيها ان هو هيفضحه لو ما سلمهوش النهارده ربع مليون جنيه في المكان والزمان اللي هو هيحدده له. جابر بدا يستنصح عليه ويحاول ان هو يجيبه سكه في الكلام. بدا يساله الاول هو يقصد ايه بالكلام بتاعه عشان جابر يفهم هو بيتكلم على جرائم القتل بتاعته ولا على كذا نصبايا اللي هو بيعملها على الستات ومنهم كمان النصبايا بتاعه المصنع. لكن للاسف ما عرفش يوصل معاه الحاجه، وهو في نص الكلام بتاعه لقى التليفون بتاعه بيرن. ولما جه يرد لقى فاديه قالت له ايه الدنيا الفلوس بتاعتي بدات تشتغل وكده؟ قال لا انا مش فاضيلك، وراح قافل السكه في وشها. جابر راح على البيت حضر شنطته وسحب الفلوس وجهز نفسه اللي هيدور النهارده بالليل. الضابط حازم اللي هو ماسك القضيه بتاعت اختفاء هاله وزينب راح لمكتب الاعلانات اللي هم كانوا بيقولوا ان هم بيشتغلوا فيه. قعد مع صاحب المكتب وبدا يساله شويه اسئله، بدا يحاول يستفسر منه عن وضع هاله، وفهم منه ان هم جالهم مسلسل من واحد بيقول ان هو منتج لبناني، ووراه له بوست موجود على جروب الشغل بتاعهم كانت فعلا بتقول فيه الكلام دوت. وعن طريق البوست وصل لواحد اسمه عبد الرحمن ناجي. بعدين بنشوف فلاش باك من سنه 1990 لراجل ومراته عمالين بيتعاركوا، ومن الواضح ان الراجل دوت مدمن وبيدور على اي حاجه في البيت عشان ياخدها يبيعها. اما بقى الست اللي احنا شايفينها ديت هي مؤكد انها ام جابر. ام جابر بتبدا انها تتعارك معاه، وبعدين بتجيب ايد الهون وبتمسك دماغ جوزها وبتدشملها وبتسويها بالارض. ومين بيكون واقف شايف الجريمه ديت قدامه؟ جابر. ومن الواضح طبعا ان هو عمره ما اتكلم عنها. وبدا يحكي زينب بعد ما حد سال على ابوه واللي اتقال ان ابوه كان مفقود وقتها. بعدها بنشوف كمان فلاش باك من 2013 لجابر وهو بيتكلم مع ابو يوسف. ايوه، لان الشخصيه بتاعت يوسف اللي هو منتحلها في المصنع هي في الاساس شخصيه صاحبه، ومن الواضح ان هو قتل صاحبه وخبى جثته وانتحل شخصيته واخد كل املاكه، وطبعا اخد تليفونه وعمل الحركه بتاعته وراح باعت رساله لابو يوسف وقال له ان هو ناوي يهج من البلد. نرجع بقى اللي كان بيهدد يوسف على التليفون مش عارفين هو مين. جهز الشنطه اللي فيها الفلوس وراح للمنطقه اللي هم اتفقوا عليها وحط الفلوس في شنطه عربيه محروقه. بعدين بنكتشف ان اللي بتهدده هي رحاب اللي شغاله في المصنع. جابر راح ماسكها معلقها من رقبتها وثبتها بالسكينه. فضلت تترجى ان هو يسيبها وهي مش هتقول لحد عن اللي حصل. جابر راح صاحبها على البيت وبدا كالعاده يطبخ لحمه، اكيد هيعمل معاها صينيه بطاطس بس احنا لسه ما شفناهاش. راح جايب مضرب اللحمه وراح نزل على دماغ البت مدشملها حرفيا سواها بالارض. اما بقى هو ليه بيطبخ دايما قبل كل جريمه او بعد كل جريمه؟ دي حاجه ليها تفسير على فكره، اللي يعرف يكتب لي تحت في الكومنتات. نرجع بقى للضابط حازم اللي دلوقتي قبض على واحد اسمه عادل الفنان. بدا يستجوب عادل دوت وفهم منه ان في حد جه ودفع له فلوس وخلاه ينصب على البنتين اللي هم هاله وزينب ويقنعهم ان هو منتج سوري. البنتين فعلا بيقتنعوا بحوار السفر، لكن برضه الضابط ما قدرش يعرف مين اللي كان ورا الموضوع دوت، يعني مين اللي دفع الفلوس لعادل عشان يقول او ينصب على البنتين بالطريقه ديت. ابو عبله مش مقتنع خالص بالكلام اللي جابر بيقوله ومتاكد ان بنته اتقتلت وجابر هو اللي خفاها، عشان كده راح اخد بعضه وراح رايح لمحامي. بدا يحكي له الحوار من اوله وخلاه يمشي في اجراءات ان هم يرفعوا عليه قضيه عشان يحطوه كمتهم في اختفاء بنته. المحضر تاني يوم فعلا بيجي لهم على البيت وام جابر بتتصل بيه وبتبلغه بالحوار دوت، وفي ساعتها جابر بيترجم ان اللي رفع عليه القضيه هو حماه ابو عبله. فاديه طبعا ال 45000 جنيه بتوعها عامل لها وسواس في دماغها وما صدقت، لقيت ان ام جابر بتكلمه لان هي مش عارفه توصل له خالص بالتليفون. راحت ناتشه منها التليفون وبدات تتكلم معاه. جابر عشان يخلص من زنها قال لها ما تقلقيش، عايز ال 45000 جنيه بتوعك تعالي لي بالليل على المخزن في حته ضلمه بعيد بعيد. فاديه طبعا اشطر كتكوت بتسمع الكلام وراحت رايحه له بالليل على المخزن. اول ما دخلت جوه راح ماسكها وراح حابدها في الصندوق بتاع الحاجه الساعه، وفاديه عملت اللي محدش قدر يعمله معاه، راحت ماسكه اساسا وراحت كسرها على دماغها. راح ماسكها جايبها على الارض وراح خلع اليد بتاعت المانيكان وراح رشقها كذا مره في رقبتها لحد ما صفى البيت. بعد شويه لقينا الباب بتاع المخزن بيخبط وهو بيفتح لكمال السواق، قال له ايه الكلام فاديه موجوده؟ كان مفكر ان هو هيدخله عندها جوه يلعبوا مع بعض حلبسه، وفعلا هو دخل ولعبوا معاه الحلبسه. اعذروني على التاخير بتاع الحلقتين دول، لكن الصفحه بتاعت الفيس بتاعتي اتهكرت وهتلاقوني كنت متكلم عن الكلام دوت في فيديو لايف على الفيس. كان معاكم محمود زايد، سلام.